ينضم إلينا أيضا من رام الله الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين. أهلا بك معنا في هذه التغطية. يعني زيارة نتنياهو المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي أبرز الملفات التي سوف سيناقشها نتنياهو، خاصة بعد التصعيد الأخير ضد الحوثيين في اليمن؟ نتنياهو معني بتوسيع دائرة الحرب، لأنه يعرف أو هكذا يظن أن الحرب هي الوصفة الوحيدة لبقائه في السلطة. عندما يقارن نتنياهو، هذا ما يقوله المجتمع الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي، عندما يقارن بين مصلحته الشخصية والمصلحة، حتى المصلحة الإسرائيلية العامة، ويقدم مصلحته الشخصية، بقاء في السلطة، على أي أمور أخرى. ولذلك هو يقول بأنه استمرار الحرب، أو هكذا يعلن استمرار الحرب، هي الوصفة لبقائه في الحكم. ولهذا نراه يحاول جر جبهات أخرى، سواء في لبنان، أو الحديث عن ضرب لإيران وما قام به في اليمن بالأمس. كل هذا محاولة ل توسيع دائرة الحرب، وهذا يخدمه في اتجاهين. الاتجاه الأول إبقاؤه في سدة الحكم في إسرائيل، والأمر الثاني صرف الأنظار ولو قليلا عن استمرار حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. لذلك المتوقع أن يذهب نتنياهو إلى الولايات المتحدة ليقدم أوراق اعتماده كرجل قوي قادر على الضرب هنا وهناك، وقادر على تنفيذ أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة التي تتحمل كما الإدارات السابقة وزن كل السياسات والاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة. نعم دكتور محمود، الرئاسة الفلسطينية ترفض رفضا قاطعا أي تدخل لقوات أجنبية في قطاع غزة بعد الحرب، وأيضا يعني هناك هجمات أخيرة متبادلة بين الحوثيين وإسرائيل. كيف يبدو مستقبل مفاوضات الهدنة في ظل تلك المواجهات؟ نحن أصحاب الحق الوحيد كفلسطينيين في تقرير مصيرنا، في تقرير شؤوننا، وفي إدارة أوضاعنا. قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هما وحدة سياسية وقانونية واحدة، هذا ما نصت عليه الشرعية الدولية، وهذا ما تضمنه قرار مجلس الأمن الأخير بالمناسبة، الذي صدر في العاشر من الشهر الماضي، قرار 2735 الذي ينص على أن الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن تكون موحدة تحت مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين. هذه من نقطة. النقطة الثانية، نحن لا يشغلنا الآن اليوم التالي بقدر ما يشغلنا اليوم الحالي. نحن نركز كل جهودنا الآن على وقف العدوان، هذه هي أولوياتنا الأولى التي تستحوذ على اهتمام القيادة الفلسطينية وعلى وقت القيادة الفلسطينية وجهدها. نحن نريد أن نرى نهاية لهذا العدوان، لأن هدفنا الأساس قبل الحديث عن الأمور السياسية، هدفنا الأساس هو حقن دماء أبناء شعبنا وحماية شعبنا من ويلات هذا العدوان الإسرائيلي المستمر.